يعني اخر مجلس لحين حبس يا تيتي؟ تيتا عم بسألك أخي مجد رح ينحبس؟ بكرة بتبين الحقيقة ورح يطلع حبيبي، رح يرجع على البيت ويقعد معك. بس الأولاد بالمدرسة مو هيك عم بيقولوا، عم بيقولوا إنه أخي رح يضل بالحبس. أنت لا ترد عليهم لأنه هن ما بيعرفوا شي. مجد رح يرجع على البيت لأنه ما دخلوا ومستحيل يعمل هيك. شو لوين يا روح ستك؟ بدي ارسم شوي جوا تيتي، جاي عبالي ارسم الشجرة اللي عنا بالجنينة مشان اعطيها لأخي لأنه بيكون اشتاق للبيت كتير. انتي عم تستني غسان يجي مو هيك؟ ايه ان شاء الله غسان ما يرجع عن كلمته. بس أنا فايتي أتسطح. إيلين شو بكي يا أختي، تعبانة؟ لا حبيبتي ما فيني شي، بس بدي أرتاح شوي. ألو، لو سمحتي الدكتور طارق موجود شي؟ لحظة. ألو دكتور طارق؟ نعم، مين؟ مرحبا، أنا نيفين أخت لإيلين، إيلين أكارسو. إيه، إيلين فيها شي؟ آسفة على الإزعاج بهالوقت، مع إنه ما كنت متوقع ألاقيك، بس قلت لحالي بجرب حظي. وأنا على حظك اليوم مناوب. أنا اتصلت فيك مشان إيلين لأنه حضرتك قايل لأمي على دكتور تاني مختص. معناها إيلين خانو ما غيرت رأيها؟ ما غيرت. أنا بصراحة أخذت لها موعد لإيلين من الدكتور من دون ما تقولي لي، بس بعد ما قريت الخبر عن أخوكم بالجريدة قلت مو حلو أتصل. إيه معك حق، وضعنا صعب، بس وضع إيلين هلأ مهم أكتر. مزبوط. إذا حضرتك ما عندك مانع فينا ناخدها بكرة لعند الدكتور؟ إيه طبعاً، بيكون أحسن بكتير. طيب خلص، أنا بكرة الصبح رح أجي وأخذ إيلين. لا 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 تتعب حالك، أصلاً تعبناك معنا بهاليومين. أنت بس أعطيني العنوان ونحن رح ناخدها. لا لا ما في أي داعي، أنا باخدها. أصلاً اللي فيكن مكفيكن هلا. وبعدين بكون ممنون إذا فيني ساعد بشي، رح أجي الصبح، تصبح يا خير. طيب تلاقي الخير. الدكتور طارق هو يلي رح يجي ياخذ إيلين لعند الدكتور الثاني. إيه الله يقدم اللي فيه الخير. إن شاء الله. بنتي تعي تعي يا عمري لعند الماما. كيفك يا روحي، منيحة؟ غسان فوت، ليش واقف يا ابني؟ لا غير مرة، بكرة الصبح عندي روحة على المخفر بشوفكن هنيك. هدول غراضة وألعبة لزهرة، تصبحوا على خير. يسلموا غسان. يلا فوتوا بلا ما تبردوا. واخيرا اجيتي لعند الماما؟ ها؟ تعي تعي ورجيني هالحلوه. وين حبيبه ستك؟ تقبرني هالوش ما احلى. تقبر قلبي فصعونتي. وقفي يا روح التيتي. يا عمر امك. خلصت الرسمه؟ خلصت. فرجيني. عثمان كاتب عليها كمان؟ رسمت أخي مجد وفكرت كيف بدي أرسم الأفكار اللي براسه هلا، ما عرفت لهيك كتبتون. طيب أنت شو عرفك باللي عم يفكر فيه مجد؟ أنا بعرف أختي. ليش مين بيعرف كل شخص شو بيفكر إلا الشخص بذات نفسه؟ ممكن نعرف هالأفكار
من خلال معرفتنا بهالشخص وبالمعاناة اللي عايش فيها من كل النواحي. ووقتها بس بنعرف بشو عم يفكر. وطالما عنا هذا الشعور فإحساسنا أكيد لساته عايش. هي نزلت حرارته، نشكر الله، إن شاء الله ما ترتفع بالليل. هلأ نام، أنا رح أجهز له حليب لبعدين. يا روحي، يا حبيبي أنت، يا روحي، أنا بحبك كتير، كتير، وبحب نيفين وإيلين ومجد وعثمان كمان. والله بحبهم ولهلا بحبهم، بس ما قدرت ورجيهم هالحب لأنه أنا زلمة ماني مبسوط وتعيس كتير. حياتي كانت مليانة بالندم. يا ريت لو أمك كانت جميلة يا مصطفى، ساعتها رح كون مبسوط كتير. لو منرجع ومنسى كل شي بلحظة ومنكون مع بعض. لا 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 يا روحي يا عمري انت. لا تخاف حبيبي، أنا جنبك مصطفى. طيب لو اتهموه وانحكم قديش، يعني قديش ممكن ينحبس؟ هلأ مو وقت تفكري بهالشي، بكير كتير. مشغول بالي كتير، عن جد حاسة حالي مشوشة كتير. لا تاكلي هم، أنا رح حاول ساعده على قد ما بقدر. نديم بيك، يعني مثل ما قلت لك من قبل، إذا لسه عم تفكر، يعني إذا حابب تساعده كرمالي أنا. جميلة خانو، أنا بقدم المساعدة لأي حدا واقع بظرف صعب، مو مشان شي أبدا. طيب مرحبا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. بس
صباح النور. صار معكم شيء؟ لا. مصطفى كيف وضعه؟ نزلت حرارته؟ ايه نزلت وتحسن. ايه الحمد لله، ان شاء الله مع القلب وشر. يا استاذ انا هون وجميله مانا لحالها هلا، فاذا بدك تروح على شغلك ما رح نعطلك اكثر. شكرا كثير لك، تعبناك معنا. اذا احتجتوا لاي شيء خبروني فورا ماشي؟ يسلم. بخاطرك. مع السلامة. خاطرك. مع السلامة. اثنين شاي لو سمحت. يلا حبيبي. لا ترد على الأولاد يلي بيحكوا عن أخوك ماشي يا عمري؟ ماشي. برافو عليك، الله معك. الله يوفقك وييسر لك أمرك يا قطقوط. تيتي أنا رايحة لعند أمي وزهرة نايمة، ديري بالك عليها بس تفيق ماشي؟ لا تاكلي همها أنتي، روحوا على أشغالكم. طيب وأنا جاي معك نيفين. إيلين؟ أختي أنا مبارح اتصلت بالدكتور طارق. إيه؟ بعد شوي هو رح يجي لهون. ليش؟ ليكي، قال بده ياخدك لعند دكتور تاني مشان يفحصك. نيفين، ما رح شوفه، لأنه قلت له لا تحكي لحدا وإجا وحكى لأمي كل شيء، ما شفتي؟ أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. شو اللي جابك طارق بيك؟ أنا ما عاد بدي أشوف وشك أبدا. إلين حضرتك ما وفيت بوعدك إلي، وإجيت حكيت شيء بخصني لأهلي وأنا مالي رضيانة. خلصنا بقى مو حلوة؟ بعدين أي حدا مكانه كان رح يجي يحكي لأهلك بلا ما يستشيرك. بس يا بنت، الدكتور طارق عمل زينة العقل، الله يحفظك يا دكتور. إلين يلا حبيبتي لا تزعلينا منك، جهزي حالك. ليكي دكتور طارق جاي ياخدك لعند دكتور تاني مختص بهاي الحالات، ويمكن يكون رأيه غير بهالموضوع. روحي حبيبتي يلا. يا إيلين إذا ما عم تفكري بحالك فكري بابنك، ولا ما بهمك أمره؟ أختي بترجعكي، روحي. رح أجيب جاكيتي. أمي كان بدها تجي بس ناخدها معنا، ضلت بالمخفر مبارح، بقى شلون بدنا نقلها؟ منروح لعندها هلأ، وإذا بدها تجي معنا مناخدها ومنروح، مو هيك أحسن؟ بلا أحسن. إجت نيفين. إجا الدكتور طارق وإيلين كمان. نيفين؟ أمي، إيلين والدكتور طارق قاعدين بالسيارة، طارق بيك حدد له موعد عند الدكتور الثاني، قلت لحالي بلكي بدك تروحي، شو قلتي أمي؟ طيب ماشي، علي خليك هون، أنا رح أروح معهم. لا أنا بروح معك. أنت خليكي، أنا بروح مع أمك وبس نخلص من المستشفى بنرجع. يمكن أحسن. طيب، شو بنتي؟ طيب روحوا أنتوا. أنا ما عم بقدر أفهم نحن شو عم نعمل بهذا المكان؟ جميلة خانم طولي بالك شوي، لأنه حالة إيلين خانم مختلفة لهيك نحن هون، خلي الدكتور يعينا بالأول وبعدين هو بيشرح لنا كل اللي بدنا إياه.
دكتور طمنا، ما رح تقلنا شيء؟ الدكتور طارق جاب لي تشخيص الحالة السابقة والتحليل الماضي، وأنا كنتيجة للدراسة اللي عملتها تشخيص المرة الماضية مزبوط، وأنا كمان بأكد عليه. يعني في خطر على حياتها وقت الولادة مو دكتور؟ يعني هلأ أي وحدة معرضة للخطر وقت بتكون عم تولد، وعلى حسب ما فهمت حضرتكم أسعفتوها على المشفى لأن للأسف وقعت من درج عالي، ولهالسبب انعمل لها فحوصات كاملة وشوية تحاليل، علماً ممكن سبب هالحادثة تكون دوخة عندها أو اختلال بتوازنها، وممكن كمان كتير يكون جسمها ضعيف هالفترة، ولهذا السبب كمان ما عم تتحمل وعم تتعب، ونحن لهلأ ما بين معنا شو الحالة لحتى تحلل، وقتها منتأكد أكتر، بس كمان ما في شيء أبداً مستحيل، لو خطير بيلتقاله علاج وبطيب إن شاء الله أكيد، وأنا برأيي فيها تتعالج أثناء حملها. يعني أنا فيني أولاد ما هيك؟ إيه، وبتقومي بالسلامة. دكتور هنن قالوا لنا في خطورة كبيرة عليها خلال الولادة، الله لا يقدر، قالوا ممكن تموت كمان. وأنا ما قلت لكم لا، بس وضعها مانو خطير كتير وكمان فيها تتعالج، وإذا بتحبوا ترجعوا لعندي مشان المعالجة بدي هاي التحاليل بتجيبوا لي اياهم اذا اجيتوا مره تانية. رح اجي. إيلين؟ نعم. ليكي بنتي، الدكتور قال لسه في خطورة. ايه بس كمان قال انه فيني اتعالج. ما هيك في خطورة كمان. بس هو قال بيعالجني، وين المشكلة؟ بتعالج وبجيب الولد وخلص. إيلين امي لا تتعبي حالك على الفاضي، انا رح اتعالج ورح جيب الولد. إيلين بما انه اجينا لهون خلينا نعمل هاي التحاليل اذا بدك. مزبوط. طيب انتوا روحوا انا رح اعمل التحاليل. ايه جميله خانم، طمني انت، انا رح ضل هون مع إيلين لحتى تخلص كل تحاليلها، بعدين لازم تضلوا جنب مجد لحتى تعرفوا وضعه، لا تخافوا إيلين امانه برقبتي. بتشكرك كثير دكتور طارق، بعدين بشوفك. بدي اشكيك للدكتورة تولاي سهيل بيك، قلت لك ما تطلع بس انت ما رديت علي. سليمان شو رأيك نادي لك ماما؟ لا. روح انت خد رأيهم قبل ما تتصرف بشي. قالنا الدكتور نفس حكي الدكاترة اللي شافوها قبل، وقال بهالحالة الولادة ممكن تكون خطيرة وممكن كتير تمر بسهولة، ولا سمح الله إذا صار صعوبة بالولادة وقتها رح تكون حياتها بخطر. الله يحميهم. وقالنا إنه فينا نعالجها. بتكون إيلين فرحت كتير. فرحت كتير. سليمان جاي لهون. خير سليمان، شو جابك لهون؟ آه طول بالك يا بيك. لك أنا ما قلت لكم ما بدنا نشوفكم، يلا روح قول هالحكي لسهيل. يلا روح سليمان. عندي حكي مهم وبيخص. عمل لك روح سليمان. علي الله يخليك عود بخص مجد. سليمان شو اللي مشان مجد؟ احكي. قعدوا ارتاحوا.
يلا قول سليمان. طلع في شاهد على قتل حقي إيزارلي. مين هو؟ قبل شوفير الكاميون اللي كان هنيك. انت شو عرفك؟ سألت وعرفت، الولد شاف اللي صار. طيب حكيتوا مع الولد؟ قالكن شي؟ لا لسه، بس بكرة بعد الظهر بيجوا على كازية موجودة برات اسطنبول، إذا خبرنا الشرطة بيجيبوا للولد وبيحقوا ومنعرف القاتل. بس عنا مشكلة. شو هي المشكلة؟ نهال ومجد عم يقولوا إنه هنن قتلوا لحقي، وأكيد في واحد منهم عم يكذب، وإذا خبرنا الشرطة وجابوا للولد رح يعرفوا الحقيقة، وقتها واحد منهم رح ينحبس، ممكن نهال أو مجد. جاهزين لتواجهوا الحقيقة. شو قلولي؟ احكي للشرطة عن الولد؟ ما فينا نهرب من الحقيقة. إذا هاي الجريمة مجد ارتكبها رح يتحمل عواقبها. شو فينا نعمل؟ قلن. معناها رح قلن. ربع ساعة وبيجي ابنه لشوفير الكاميون. شوفي أمي، صاير شي؟ ليكن وأخيراً وصلوا.
شبهات، ليش عم يرجف؟ مو شايفه شلون قاعد؟ أكيد مصدوم من اللي شافه. وبعدين ولد بعمره رح يخاف من فوتة المغفر. وقال لي أبوه إنه من وقت الجريمة ما عاد نطق بحرف واحد، لأنه خايف كتير. والشي واضح، طلع عليه. إيه، وبشو رح يفيدنا إذا ما رح ينطق بحرف؟ محتمل بس يشوف مجد ونهال تنفك عدة لسانه. واقف هون وانتي جنبه، وانتو اطلعوا لبرا. ابني، مين من بيناتهم اللي قوص الزلمة؟ هي قوصته؟ ولا هذا اللي قوصه؟ ليك حبيبي، لا تخاف من شي، ماشي؟ هون ما حدا بيعمل لك شي، لا تخاف ابدا. مين فيهم؟ يلا يا بطل. لا تحكي، أشر لنا بإصبعك. هي أوصيت ولا هو اللي أوص؟ يلا يا بطل، بس أشر لنا مين؟ أشر لي بإصبعك، هو ولا هي؟ أشر لنا مين فيهم؟ يلا لا تخاف ابني، يلا حبيبي مين فيهم؟ يلا قلي انت، بس أشر لي هو ولا هي؟ طلع يلا قول مين القاتل.
خلص ابني لا تبكي خلص. ما في نتيجة طالعوه. ليش عم تضغط على الولد؟ عم قلك أنا اللي قتلته، ليش ما عم تصدق؟ لا أنا قتلته. نهال لا بقى تحميني. لك أنت اللي لا بقى تحميني. نهال خلاص حولون عن نيابة العامة يلا. لازم نعرف شو عم بيصير. ليش ما عم بيخبرونا؟ شوفي شو الموضوع؟ بيك مجد بيك شحال شو قام؟ بيك اطلع اوا؟ مجد بيك لو سمحت مجد 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 ابني مجد مجد حبيبي لوين عصر انا عمدينو لوين عصر سليمان كيف بدنا نعرف شو صار جوا؟ رح أسأل واستفهم. الشرطي يعني الولد ما حكى لكم شيء؟ بدي اعرف الولد شو قال لكم عن ابني. اذا بتريدوا نحن ما بنعرف شيء عن اللي عم يصير جوا. طيب نحن كيف بدنا نعرف شو صار؟ ممكن ترجعوا شوي لورا؟ يا ربي دخيلك حدا منكم يخبرنا شو صار. اتركني رجعوا لورا اذا بتريدوا. سليمان لو سمحتوا يا جماعه اخذوا مجد وما عرفنا شو صار وكمان ما عرفنا الولد شو قال لهم. لا تاكل هم اهدى شوي رح فوت لجوا وافهم شو صار. شو قال لك؟ راح يحاول يفهم شو صار. شو قالوا؟ قال الولد كان خايف كتير وما حكى شيء وهلأ حولوهن عن نيابة العامة. يا ربي راح أمي بترجاكي لا تقولي هيك. تحويلهم عن نيابة ما نو النهاية والتحقيق ما خلص. بترجاكي تهدي. بعدين شو راح يصير؟ هذا الشاهد كتير مهم ومن غير إفادته ما راح تنحل القضية ولهذا السبب لازم ياخدوا أقواله. المدعي العام راح يستنى. ما في داعي نستنى هون. ماما عمي إيلين بتكون تعبت يعني الأفضل ترجعوا على البيت. أنا ما فيني أترك مجد. أمي غسان معه حق. مجد صار بالنيابة بروح بلاقي لي شي يقرني عند النيابة وبقعد بنتظره. أنا على البيت ماني راجعة عم تفهموا؟ بركي صار شي. لا أنا بدي استنى مجد. أمي شو ما بدي نصيحة حدا.
كل واحد بيعرف شو لازم يساوي. جميلة إذا بدك. ما بدي. رح روح جيب تاكسي وإجي. أنا ما فيني أوعدكم بشي، بس رح أعمل كل جهدي. شكرا سليمان. لوين رايحين؟ مجد كمان ابني جميلة جاي معك. امي انا كمان جاي معي. وانا كمان. لك انتو جنيتوا، ما في داعي نروح كلياتنا لهنيك، وانتي روحي على البيت تعبتي كثير. لا بس امي انا. قولي لي رحتي وعملتي التحاليل؟ رحت وعملت شوي منهن والباقي بكره بعمله، شو بصير يعني؟ إلي. لا تعندي. جميلة خانم معها حق. انت تعبتي كثير اليوم. اذا بتحبي انا بوصلك على البيت. يلا بنتي، يلا روحي على البيت. هذا الماشي مع إيلين مو هو نفسه الدكتور اللي عمل لي العملية سليمان؟ ايه هو. شو اسمه؟ دكتور طارق. ابنه لشوفير الكاميون لازم يحكي كل شي شافه بعينه يا سليمان. حاضر يا بيك. تحرك. مجد ونهال عطوا إفاداتهم للمحقق. مجد شو قال لهم يا ترى؟ ما بعرف، بس هن اثنين عم يعترفوا بقتل الزلمة. كيف عرفت؟ لأنه النيابة حولتهم هن اثنين على المحكمة كمتهم.